عملوا حاجة حلوة قوي. فمحافظة المنيا بالتعاون مع ديوان المحافظة كان في أكبر حفل للزفاف الجماعي للفتيات اليتيمات والغير قادرات. 60 عريس وعروسة يا حبايبي، احنا بنشوف صور دلوقتي واللقطات دي الحقيقة بتعبر، يعني ربنا يبارك لهم. كل صاحب فكرة، كل من دفع مليم في الجهاز، كل مسؤول أخذ من وقته ونزل. ده كان تحت رعاية طبعا اللواء عصام البديوي محافظ المنيا، واللي هناخده حالا على التليفون دلوقتي. وكان كانت النائبة البرلمانية أيضا سلوى أبو الوفا تحت شعار يلا نفرح المنيوية. تيجوا نشوف كده الفرح الجماعي إزاي فرح المنيوية. ناخد سيادة اللواء عصام البديوي. صباح الخير يا سيادة اللواء. صباح النور يا فندم. يا أهلا بحضرتك، فرحتوا المنيوية إزاي يا فندم؟ والله المنيا هي اللي فرحتنا، مش احنا اللي فرحنا المنيوية. يعني اليوم كان جميل جدا، واحلى ما فيه ان العرايس والعرسان وجهوا لنا الدعوة علشان نشاركهم فرحتهم، ووافقوا انهم يتجمعوا مع بعض ويكونوا موجودين على المسرح بتاع المحافظة، المسرح الروماني على نهر النيل، علشان يوروا الناس جمال المنيا وعظمة المنيا وعظمة وجمال اليوم اللي احتفلنا بيه امبارح كلنا. الفكره جت ازاي يا سياده المحافظ؟ يعني بصراحه 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 جت ازاي؟ اولا كفكره زفاف جماعي و60 عريس وعروسه ويوم 11 بالذات. حاضر يا فندم. احنا الحقيقه كان انا بقالي شهرين تقريبا في المحافظه، ففي الفتره الاولانيه بيبقى في نوع من عمليات التواصل والتعارف مع الناس. وانا لدي يقين انه اي تنميه واي نجاح له ثلاث محاور: محور رجال الاعمال ومنظمات المجتمع المدني، والمحافظة باعتبارها الجهاز التنفيذي للدولة وممثل الحكومة. فجت لي زيارة من أحد الجمعيات النسائية، وكان ممثلة هذه الجمعية الأستاذة وفاء. الأستاذة وفاء جت وقالت في ضمن كلامها إحنا بنعمل حفلات زفاف جماعي، فقلت لها يا ريت نعمل حفل زفاف جماعي في المنيا. كان في الوقت ده بدأت دعوات النت بخصوص 11/11. قالت لي طب يا فندم احنا ممكن نحدد الفتيات ونكمل الحفل. قلت لها خلاص المحافظه هتشيل 1 2 3 4 ويا ريت لو نعمل الحفل 11/11. قالت لي ليه 11؟ قلت لها لان هم بيوجهوا دعوه هدم وتدمير، ونحن نوجه دعوه حياه، دعوه للحياه وللنماء. ف 11/11 هتبقى دعوه من الدوله المصريه للحياه، وما فيش اجمل من دعوه من مظاهر الحياه غير احسن من الجواز، يعني الزواج وبناء أسر جديدة وشباب جميل كان زي اللي حضرتك شفتيه امبارح. نعم. وطلبت منها تستأذن العرايس والعرسان في تحديد الموعد، وكلهم رحبوا الحقيقة باختيار هذا الموعد، وكان يوم جميل وربنا أنعم علينا كمان بجو صحوة ومناخ في منتهى الروعة. يا فندم، هو في حاجة في الدنيا أروع ولا أجمل من إنه ربنا سبحانه وتعالى برحمته وقدرته يجعلك أو يجعل أي حد يعني سبب في انه يجمع شاب، يعني رجل وامراه او شاب وفتاه على سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بيت الزوجيه، ويسهل لهم ويدفع لهم ويبقى معاهم خطوه بخطوه. في ايه اجمل من كده يا فندم؟ يعني انتوا كنتوا ربنا جعلكم سبب رئيسي في عمار 60 بيت باذن الله بيبداوا حياه يا رب تكون سعيده يا رب. يا رب ان شاء الله. يعني الساده النواب كلهم شاركوا. ده حضرتك بتتفرج علينا دلوقتي يا سياده المحافظ؟ لا والله انا في العربيه، بس اصل في حد واقف بيسقف من قلبه وفرحان من قلبه، وزمايلي بيقولوا لي ده حضرتك. يبقى انا يبقى انا. لا الفرحه باينه من قلوبكم الحقيقه حقيقه، ربنا يكرمكم يا رب. والله يعني كمان، يعني لو تعرفي حضرتك المطرب اللي جه حبا في المنيا وفي اهل المنيا، فرقه الفنون الشعبيه اللي جت ما اخدوش اتعاب يا فندم، عملت شعر البنات وجهزتهم الساعه 8 الصبح، وبعدين الزفه لفت المنيا، يعني ما خرجوش من كوافير على الازازه، لفوا بالزفه في المنيا بالاتوبيسات والعربيات يحتفلوا ويزهرطوا، والناس طلعت من الشبابيك زهرت الطرق. ما اخدوش يعني اتعاب يا فندم؟ الناس اللي جت تغني وتحيي وكده ما اخدوش اتعاب؟ سياده المحافظ. ايوه يا فندم. ما اخدوش اتعاب؟ الناس كلها جايه متبرعه. كله تقريبا كله متبرع. يعني المطرب متبرع، الاتوبيسات طبعا دي بتاعتهم، ملك المحافظه بتاعتهم مش بتاعت حد غريب. كان يوم رائع الصراحه. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر، يعني شكر من قلبنا موصول كده، وشكر مصحوب بدعاء لله عز وجل
اولا انه يبارك في العرسان والعرايس دول، يا رب تكون بدايه حياه جميله وسعيده، ويرزقهم الخلف الصالح السليم ويجعلهم قره عين ليهم. 60 بيت جداد النهارده اول يوم ليهم، باذن الله تكون حياه جميله مباركه، يكونوا اقرب الى الله سبحانه وتعالى. بشكر حضرتك جزيل الشكر سياده اللواء عصام البديوي محافظ المنيا. المبادره دي إذا أنا كنت بقول التسقيف طالع من قلبك، مش حد بيمثل، واضح بتقدر تاخد بالك مين واقف بيعمل منظر عشان الشو ومين بيعملها من قلبه. كل الشكر ليه، كل الشكر للنائبة البرلمانية سلوى أبو الوفا، كل الشكر لأمانة حزب حماة وطن بالمنيا، كل الشكر لكل فنان والناس اللي راحت وقدمت. بصوا الفرحة يا حبايبي، يعني ربنا يسعدهم يا رب. أمارات، ودايما يقول لك سبحان الله العروسة دي يوم فرحها، حتى لو كيم كارداشيان راحت تحضر فرحها هتبقى العروسة أحلى، هي دايما يقول لك كده. وهم كل واحدة فيهم زي القمر، والفرحة اللي على وشها وفرحة عرسانهم بيهم. يا رب الخير كله، يا رب يا رب الخير كله، يا رب كل أيامنا تبقى فرح. شكرا محافظة المنيا، فرحتي لو قلنا 60 عريس وعروسة، يعني 120 لو كل واحد هنقول بس ليه 10 قرايب، 10 قرايب بس فرحتيهم، فرحتي 1200 1500 مصري، دخلتي الفرحه على قلوبهم وفرحتينا كلنا. شكرا محافظه المنيا.